اهلا يا هلا هلا ومرحبا هلا اهلا وسهلا بكم. عين احمد وعبد السلام وينهم؟ ما صوروا معاي. ديوانيه الحين بيون. اماني ماما تعالي حطي اكلك على الطاوله واكلي. تعالي. انت بنصور معها؟ ايه يلا. عمتي ترى جايب انا المصوره مخصوص حقك، هديه زواجك. هديه زواجي؟ وخليتها تصورك اكثر مني؟ بس عاد خلاص، هل انت تسويك حلو لما تتصور بهالطريقه؟ اي شايفه عادل. محمد؟ نعم. عيلا وروينا. دامك ما تبي تتكلم بهالموضوع عيل، ليش جاي؟ هذه طرده. لا ليش طرده؟ انت اصلا مو داخل بيتي عشان اطردك. كان عادي قاعدين بالحديقه قدام الاوادم، كل من يقدر يشوفنا بكل احترامنا. بس المصيبه انا بيك تحترم مشاعري. انا ما احترم مشاعرك؟ ليش انت تدري شنو مشاعري؟ أنور، أنت هاد هلك وهاد عرس أختك وياي مجابلني، ليش؟ ترى ما بقى بعمري كثر السنين اللي ضاعت. ماما، الحمد لله السلامة. متى وصلتي؟ ليش ما قلتي لي؟ كنت بسويها مفاجأة، بس ما حنعرف نسوي مفاجآت غيرك. شو ما؟ الحمد لله السلامة. رايل أمي شنو ناديك؟ عمي؟ لا أنا ماني رأي لأمك. امشي ماما امشي حبيبتي. كل ما أشتاق لك شوي تتحسف يما. ودي مرة أبوي يكون غلطان بالكلام اللي يقوله عنك. ماما حبيبتي، ماما أنا ما صدقت على الله وخرت عن أبوك، وما بيك أصلا تقربين منه وتكونين معاه. ما حد بتعبك غيره. قولي لأبوك أمي ماكو مثلها. أنتي كم يوم قاعدة؟ ما يخصك. شلون ما يخصني؟ أنا ودي طولين شوية على الأقل لين ندبر أمورنا. أي أمور؟ زواجي أنا ويمك، وأوعدك أنه بيكون بأسرع وقت لأن ما عندنا وقت نضيعه. بدكم تنزلوا الشنط؟ لا أكيد نزل الشنط. أوكي. يعني بنتي حبيبتي وين بتنام غير بحضن أمها وبيت أمها؟ يا ماما يا حبيبتي تدرين كل ما تبعدين عني يضيق صدري. أولح عليك وبقدك، فيديوهاتك أرد أعيدهم مليون مرة، أصورك كل ساعة أرد أشوف. يما أنت ليش ما عجبتك فيديوهاتي؟ حسيتني مسوية شيء غلط. لأني أخاف عليك ولأني أحبك أموت عليك. تدري الإنسان لما يحب الإنسان اللي قدامه يشوف المصيبة الكبيرة ندفعها الكبر، ويشوف المصيبة الصغيرة كبرها. إيش كبرها؟ يا حبيبتي I miss you.